يا حبيبتي جوزك مظلوم وكل اللي في دماغي غلط. واو اللي قتل البنت مسكوه ومتقدم للمحاكمة بالأدلة وبالبراهين وبالإثباتات، والخبر قدامك اهو في الصفحة الأولى. جد يا بابي؟ يعني الولد مش ابن زين فعلا. أنا والله ما بقيتش عارفة، أنا مش عارفة الحقيقة فين، ولا أنا صح ولا غلط. عارف يا بابي الفترة الأخيرة كلها زين اتغير قوي، وبقى على طول سرحان وهايم كده، وبقى عصبي جدا لدرجة إنها وصلت إنه يمد إيده عليا زي ما حضرتك عارف. أنا ما بقتش عارفة أسامح وأنسى، ولا كل ده حصل عشان يبين لي حاجات أنا ما كنتش أعرفها عن زين. شوف يا بنتي، اللي أنا متأكد منه إن زين بيحبك أكتر من نفسه، وربنا أثبت براءته براءتي قدامك أهو من اللي أنت كنت ظالمة فيه. والله يا بابي ما بقتش عارفة ده اللي مزعلني منه، ولا اللي مزعلني أكتر إني عرفت إن عيب الخلفة مني، وده كسر جوايا حاجة. أرجوك يا بابي عشان خاطري سيبني شوية أفكر لوحدي. حاضر، وأنا مش هضغط عليك يا بنتي أكتر من كده، بس لازم تعرفي إنك لو لفيت الدنيا مش هتلاقي زي زين أبدا، وهو كمان لو لف العالم بحاله عمره ما هيلاقي حد زيك يا بنتي.